حياك الله يا عصام. الاستشارة كوتش كريم، أنا مصمم ديزاين. إذا بدأت أي مشروع ديزاين أبدأ بحماس وطاقة، لكن مع الوقت تختفي هذه الطاقة والشعور وتأخر في التسليم وكذا تسبب لي مشكلة. كيف ممكن نحل هذه المشكلة؟ طيب، الموضوع بسيط. كل بروجكت أنت بتستلمه بدك تقسمه لسب تارجتس، يعني الهدف الرئيسي تسليم هذا المشروع. نفترض المشروع فيه 10 نقاط رئيسية، بدك تقسمه لعشر أهداف رئيسية، هدف ورا هدف. كل هدف بدك تحط له تايم لاين، قول هاي المرحلة المشروع تخلصها خلال 3 أيام، المرحلة الثانية تخلصها خلال 3 أيام، الثالثة خلال 3 أيام. بدك تراقب أدائك في الثلاث أيام، لأنه المرحلة الأولى إذا ما خلصتها خلال 3 أيام بصير بدك تخلص مرحلتين خلال الثلاث أيام اللي بعديها. تمام، بدك تراقب أدائك في كل واحدة من التاسك اللي هي جزئية من المشروع بشكل كامل. هاي الطريقة الوحيدة اللي تقدر تضبط نفسك فيها حتى ما تتأخر في تسليم المشروع. تمام، شكرا لك كوتش.